راني حالتي سخنة فيا كدقدق، مفاصلي كل عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة ان شاء الله. كيف ما شفتوهم بعد ما وجدت الغديوة ديالي وجمعت الدنيا، حاولت انني نتفادى نصور لكم التخمال والسياق وداكشي، يكون روتين مختلف. قول سلام ولدي. سلام زارين، لاباس بخير، توحشتكم. تما توحشوك، ديما كيسولوا عليك. ما خليك بس الدراري. لاباس عليهم الدراري؟ لاباس، كل شيء لاباس عليه. جابوه في الكومنتير عفاكم الوليدات اللي متبعيني، جابوه نزار. تابعوا ان شاء الله قريب غادي نديرو لاشين ديالو، راه كيصور لي فيديو مازال ما مونطيتهمش باش نشاركهم معكم. ما فيها باس، كيف ما حنا عندنا رغبه اننا نكونوا في واحد الوقت عندنا شهره وعندنا حياتنا، ما نحرموش حتى هو، علاش لا، ما عرفناها عند من كيف ما كيقولوا. عندنا عند من كيما كيكونوا الناس يلا دابا خليني نهضر، هذه راه قناتي ماشي قناتك. الشريف، هذه راه قناتي. الشريف، انا كنهضر لك في قناتك. انت نهضر لك في قناتك؟ هضري. كنهضر وحيت انا ماما، خصني نوريك شنو تقول وشنو ما تقولش. دابا خليني نهضر، نطولوا عليهم، خليني نهضر. طير ولايك وجيم وابوني وابوني ومرحبا بكم. مرحبا بكم ولايك. يلا وعاونونا، راه حنا محتاجين الدعم ديالكم بصراحه. عاونونا. محتاجين الدعم بزاف بزاف، حيت بلا بكم نتوما، بلا جمهور صادق، بلا متتبعين اللي كيبغيونا بصح من قلبهم، ما غاديش تنجح القناه ديالنا وما غاديش نزيدو القدام. وما عندنا ما نديرو، الصبر كيداوي كل شيء، والصبر كيخليك تحقي كل حاجه كتمنايا. المهم نرجعوا للموضوع ديالنا، نزار ما غيخليني ندير حتى شي حاجه، ما تديوش عليه، حسبوه ما كاينش. اليوم ان شاء الله نهار جديد، فيديو جديد. مامي صافي بركه، يلا سيري ودي نسالي وعاد نهضروا. اليوم ان شاء الله نهار جديد وفيديو جديد كيف العاده. روتين غادي نشارك معكم من الصباح حتى العشيه باذن الله يا ربي، بما ان البيت كنلقى اقبال بزاف على الروتين اللي كنشارك معكم. الحمد لله داكشي محترم، داكشي بسيط وطبيعي ديال المراه الشعبيه، مراه مغربيه متواضعه 100%. كيف ما شفتوا شاركت معكم الغديوه ديالي، جمعت الدنيا، شاركت معكم غير لقطات هكا. ودابا ان شاء الله منين غادي نتغدى غادي نمشي ندير اللقاح، عندي الجرعه الثانيه ديال التلقيح هذا النهار. دعيو معانا نمشي نديرها عندي انا وسي محمد هذا النهار. صراحه مخلوعه شويه ولكن ماشي بحال الخلعه الاولى اللي مكتبه لنا، المكتوب ممنوع هروب كيف ما كنقولوا. ومن بعد ان شاء الله ملي غادي نجي للدار غادي نشارك معكم واحد الوصفه اللي غادي نديرها لوجهي، اللي صراحه كيف ما كتشوفوا ليست هادو تحت عينيا، ويعني الوجه ديالي كيبدا كيبان شاحب شويه، كنبان بحالي فيا العيا، بحالي فيا صراحه انا معياناش، بالعكس حاسه براسي نشيطه وما عندي حتى شي حاجه، غير حسب البشره ديالي واش داك بهاد الحراره اولا يعني بالجو ديال السفر والعياض داكشي عاد رجع عليا، ما عرفتش صراحه علاش. وصراحه هملت راسي، ما بقيتش كنعتني بالبشره ديالي نهائيا.
شحال هذه صراحه ما دات لي تريتمون اللي كندير البشره ديالي. غادي نشارك معكم واحد لا بوماد اللي كنت هضرت لكم عليها في الاول، قلت لكم غادي نشاركها معكم، ودابا من حيت الحراره صافي وقفتها ما كنديرهاش، وان شاء الله اي وصفه ولا اي حاجه غادي نديرها هذا النهار نتمنى غير نجي صحيحه، ما نجيش من داك خصني غير نجبد وصافي. غادي نشارك معكم كل شيء هذا النهار هذا، ونخليكم معايا نكملوا الغديوه ديالنا ونكملوا الروتين ديالنا ديال هذا النهار. وما تنساوش عافاكم لي لايك، واللي مازال ما اشترك في القناه مرحبا به فضلا منكم وليس امرا. وغادي يكون عندي نهار كبير الا انضميتوا للعائله ديالي، ما تبخلوش على اختكم. تلقاو شي حاجه اللي تنال اعجابكم، تلقاو شي حاجه اللي تستافدوا منها، كنحاول ما امكن الفيديوهات ديالي تكون هادفه. يقدر ما يكونش في الهضره شي حاجه معينه ولا شي حاجه اللي مفيده، ولكن راه في الصوره كيكون شي حاجه اللي خصنا نستافدوا منها، وبعد مرات كيكون العكس. مهم الغزالات خليكم معايا وما تمشيو فين. المهم البنات، من بعد ما رديت الغداء ديالي طايب كملت نصيب فوق البوطه، باش هنايا قلت نجمع هكا بوطاجين كنصل داك المعينات اللي نصبت فيهم. وهنا البنات لقيت الحلفه ديال السلك دايره لي فضيحه في داك المنظم اللي كنت خديت، عرفتو تقاست لي وقيله بالماء ولا ما عرف شنو، ودار لي درت لي هكا الصدى. داكشي علاش غادي نجبد داكشي كله، غادي نغسلو، غادي نمرق دابا هنايا بعد الكوكو ديالي هي الاولى باش نسد، ومن بعد ان شاء الله غادي نكمل هكا تخمال غير خفيف. ما عنديش صراحه تماره بزاف تسياق وداكشي كله، يعني الدار نقيه. غنغسل غير السريجمات وصافي. هنايا البنات راني جبدت المنظم حيت داك البلاكاراس درنا لهم الفيرني، دابا نصورهم معكم. عرفتوا البنات كلشي تصدى اللي كيدار هنا في هذا المنظم هذا كلهم تصداو لي ما عرفتش. المهم انا ضنيت بلي الحلفه اللي دارت لي هكاك، غادي نحيدها من تما في مره وصافي. غادي نغسل هذا المنظم هذا ونخلي داك الشيء يقطر ونولي نستفو ونردو البليستو ونمشي نغسل السراجم، حيت الصراحه كانت كطيح حتى واحد شويه داك اليامات اللي كنت مسافره وجيت، وخا كنخمر ونسيق ما كنتش كنغسلهم. كقلت حتى لهاد النهار نغسل السرجم في مره، هاد النهار نغسل السرجم في مره، صافي حتى كتاب جات كمل داك الغرس. راكم عارفين ملي كطيح الشتا كيضرب كضرب هكا داك القطيرات في الغرس وكيطير الرش على الزاج والاخر، عاد كتاب. دابا نغسلهم انا هنا البنات كندير الحلفه ديال التيد وكنمسح هكا السرجم، كنخوي قرع هاد الماء وكنبحال كنغسل هكا شي حاجه بوطاجين ولا شي حاجه وكنخوي الماء وخلاص. الزاج كنغسلو بداك الماء الزرق وكنمسح بجورنان ولا بورق المطبخ ولا شي حاجه، داك الميدلات البويض كينشفو صراحه مزيان كيوليو مهم نقيقين. صافي البنات غادي نكمل دابا السريجمات وهانتوما معايا. وصافي البنات كيف ما كتشوفوا معايا دابا هنايا غادي نحك مطيشه، غادي نزيدها في الطياب في النصيب ديالي. صافي راه الحيمه دخلها الطياب، غادي نزيد هنايا مطيشه والحمص وغادي نسد عليها حتى نجي ان شاء الله منين نديروا التلقيح عاد غادي نتغداو وصافي. مهم سي محمد هنا راه جا، غادي نلبس جلابتي وغادي نمشي، وكنتمنى نلقى كيفاش ندير باش نصور معكم ونشارك معكم الاجواء والتجربه لثاني مره ديال اللقاح. كنتمنى تكون دوز على خير وبخير. وصافي البنات ها نتوما معايا، ما نزيدش نطول عليكم في الهضره، غادي نحاول نقطع الصوت وغادي نخلي لكم غير موسيقى وصافي. يلا ها نتوما معايا. وصافي الغزاله ديالي من بعد ما مشينا درنا التلقيح وجينا، غادي نوجد دابا الشليضه باش غادي نحط الغدا. صراحه حاسه براسي سخفانه بحال اللي رشوا عليا بايغو، عيانه لواحد الدرجه ما عرفتش علاش وفيها السخانه. مهم غادي نتغدى ان شاء الله وغنتكى على الله نفيق شويه لاباس. والشليضه هنا كيف العاده كيف ما عارفين بصيله ومطيشه والخيار وصافي. والغديوه ديالنا الطبق الرئيسي الحمر الراس بالحمص اللي صراحه طلق ريحه غزاله يا سلام. ومشكله انا سي محمد ما كياكلش كلشي فيه، وانا عاوتاني هكاك داك الجليده وداك الشيء الكرعين داك الشيء ما كيعجبونيش، ما عندنا ما نديرو. المهم حنا كنديرو اللي علينا كنطيبو عيدنا وكناكلو. بصحتكم غداتكم تانتوما وحقكم في الجنه الغزالات ديالي، وشكرا بزاف بزاف على المتابعه والله يخطيكم عليا. صافي دابا غادي نحط الطبيله ديالي وغادي نحط الغدا
وغادي نخليكم حتى نتوما تغداو وتاخذوا راحتكم وديروا لا سياس ديالكم. على ما كنت انا شويه رديت المجاج وارتحيت واحد شويه، وخا الصراحه دابا راه العصر الدن ما بقاش وقت النعاس، ولكن حاسه براسي خصني ضروري نتكى. لما درتش واحد لميضه ما غاديش نكون هي هذيك، باش هكا نقدر نوض نكمل معكم الفيديو ديالنا. المهم انتما معايا الغزالات ديالي ما تمشيو فين. ويما البنات بعد كيف ما شفتوا معايا في الفيديو، بعد ما مشيت درت القح جيت تغديت وتكيت واحد شويه، غلبتني الشوكه بزاف البنات. عرفتوا راني حالتي سخنه فيا كدقدق، مفاصلي كلشي كيحرقني، ما قدرتش ندير شي حاجه. شحال من حاجه كنت باغا نشاركها معكم، كنت باغا نشارك معكم وصفه نديرها في الوجه، كنت باغا ندير الكوتي ونشاركو معكم، ولكن ما قديت نشوف وجهي البنات كي ولا ما بقيتش قادره، ما قدرتش نتحرك. ما عرفتش صراحه شنو خاصني ندير، ما قادره ندير حتى شي حاجه. داكشي علاش سمحوا لي، سمحوا لي بزاف. داكشي علاش البنات غادي نحبس التصوير ديال هذا الروتين هذا غير هنا. ان شاء الله على ما تدوزني هاد السخانه ويدوزني هاد الحريق ونبدا روتين جديد ان شاء الله يا ربي. دعوا معايا، دعوا معايا ما تبقى حتى شي حاجه، دعوا معايا ما تكون حتى شي حاجه اللي خطيره. الحريق ديال الشوكه صراحه ما عمرو حرقني بحال هكا، المره الاولى ما تحرقتش هكا. ما عرفتش واش مشيت ما واكلاش مزيان، واش ما كنتش مستعده نفسيا، شنو ما عرفتش مناش. صراحه بحال الوليدات الصغار ملي كيديروا لهم، ملي كنديروا لهم التلقيح وكيجيو للدار كتبقى فيهم السخانه كدقدق وفاشلين وخاطرهم مخسر. هكاك حنا عرفتو راسي ما كنقدرش نحبس، خصني غير نبقى هكا وندير نتكى على شي حاجه. مهم اللي غيدير الجرعه الثانيه غير يتشجع، ما يخافش غير يتشجع، ما يكون غير الخير ان شاء الله. انا يمكن مشيت ما واكلاش حيت فطرت بكري ومشيت تقربت العصر عاد مشيت، داكشي علاش يمكن ما مشيت بلا غدا، مشيت ما مغدياش، داكشي علاش يمكن راه غلباتني. المهم ما نزيدش نطول عليكم في هذا الفيديو هذا، شكرا لكم بزاف على المتابعه واللي خطيكم عليا. ما تنساوش عافاكم لي لايك، ما تنساوش البارتاج، واللي مازال ما اشترك في القناه مرحبا به والف مرحبا. وان شاء الله كنتمنى نتلاقاو فيديو جديد ونكون بصحه جيده ان شاء الله يا ربي، ويكون فاتني هذا الشيء. السلام عليكم.